اليوم بدأت الجزء الثاني من الدورة، دورة شرح أحكام قانون الرياضة واللوائح الرياضية والتحكيم في المنازعات الرياضية، اللي النهارده متعلقة بشرح الهيئات الرياضية الدولية والمحلية والتحكيم في المنازعات. وإن شاء الله هذه الدورة سيعقبها عدة دورات متخصصة لشرح باقي نطاق قانون الرياضة. وأنا بهني السادة الزملاء المشتركين في هذه الدورة، وبتوجه للشكر للسيد الأستاذ النقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب على دعمه الكامل لعقد هذه الدورة وتذليله كل العقبات والصعوبات اللي واجهت انعقادها. أما اليوم ومنذ يومين كان هناك تحكيما رياضيا تم عرضه من خلال أحد المختصين في اتحاد الكورة، وشرح على البروجيكتور شرحا تفصيليا في التحكيم الرياضي. واليوم هناك محاضرة نحو الجانب القانوني في التحكيم الرياضي. تمنياتي بالتوفيق للسادة الزملاء المحامين الذين حضروا هذا التحكيم، وسوف يحصلون على شهادة بهذه الدورة معتمدة من اتحاد الكورة. تمنياتي بالتوفيق لكل الذين حضروا جميعا، وبالتوفيق. طبعا احنا بنرحب بزملاء المحامين على مستوى الجمهوريه بان هم لبوا دعوه لجنه الشؤون السياسيه بهذه الدوره. دي دوره في التحكيم الرياضي، واول مره نقابه المحامين تترك هذا المجال، وذلك طبعا لصدور قوانين خاصه بالرياضه، قوانين جديده، وكان يجب على نقابه المحامين انها تقيم هذه الدورات. الدوره بدات من يوم 13 اول امس، والنهارده الندوه الاخيره والمحاضره الاخيره، وسواء ان شاء الله النقيب هيكون موجود لتوزيع الشهادات بانهاء الدوره. وانا بقول لزملائي المحامين على مستوى الجمهوريه مرحبا بكم وشرفتونا ونورتونا، لان انا شايف ان العدد النهارده وصل حوالي اكثر من 500 زميل محامي من انحاء الجمهوريه، فيها القاهره وفيها المنصوره وفيها طنطا والغربيه واسكندريه، ففي جميع جدا المحافظات مثلت في هذه الدورة. كلهم كل عام وانتم بخير، وشرفتوا نقابة المحامين ونورتوا.